سوتس أو البدلات، مسلسل بيحكي عن محاماة مكون من 9 مواسم، مسلسل طويل جدا يا جماعة. بيحكي عن شركة محاماة كثير كبيرة مكونة من أفضل وأرقى المحامين اللي موجودين في أمريكا وبالتحديد نيويورك سيتي. قصة المسلسل بشكل أساسي عن شخصية مايك روس في الفيلم، واللي هو اسمه باتريك جي آدمز. باتريك جي آدمز، أو خلينا نحكي له مايك روس باسمه بالمسلسل، بيكون شخصية عبارة عن محامي عنده ذاكرة فوتوغرافية. تخيلوا معي، أي شيء بقرأه بيحفظه مباشرة، فهو ما بنسى أي شيء على الإطلاق، كل شيء بيحفظه بشكل مباشر وبيقدر إنه يسترجعه بلحظتها. مايك روس للأسف بينطرد من الجامعة، كان هو بدرس المحاماة طبيعي جدا، ولكنه بينطرد من الجامعة لأنه كان يلخص كتاب للمحاماة وكان يعني يبيعه للطلاب، والعميد طرده من الكلية، فبيضطر إنه يشتغل مع صاحبه بأمور غير قانونية، في بيع شغلات مش قانونية بالمرة، وبتمشي معاك المشاهد لحد ما تمشي بأول مشهد حماسي وأكشن سريع جدا، لما بيكون مايك روس عم بوصل شغلة غير قانونية وبتصير تلحق وراه الشرطة وبضلهم يركض وراه جوات فندق لحد ما يدخلوا بالغلط على مكان لتوظيف المحاميين. وبالمناسبة مايك روس كان يحل امتحانات البار تاع المحاماة للأشخاص اللي كانوا ما يقدروا انهم يجتازوا هذا الامتحان، فكان هو يروح يتنكر، هيك يتنكر بهيئة لبس كذا طاقية، يتنكر انه هو مش مايك روس ويروح يحل الامتحانات وياخذ مصاري مقابل هذا الشيء. فمنقدر نحكي انه هو افضل واحد في مجال المحاماة، حافظ القانون كلياته عن ظهر غيب، وبيوقع بالغلط اثناء ما الشرطة بيطارده في مكتب لتوظيف المحاماة وبينادوا على اسم، بيكون بيحكي له ما يعني حكى اسم مش اسمه، فهو بيحكي يس انا موجود خذوني انا بدي اقابل، وهو فعليا ما كان بده يقابل بس عشان كان بده يهرب من الزلمة اللي بيلحق وراه. والشخصية اللي بتقابل معاه هي سارة رافيلي بشخصية دونا بولسون المحبوبة جدا. الشخصية هذه بتكون بتدور على محامي مساعد للمحامي جابرييل ماكت، والاسم بالفيلم هارفي سبيكتر، بس ما بتكون بتدور على اي محامي، بتكون بتدور على المحامي المتمرد الشاطر الذكي الفطن مثل هارفي سبيكتر. فدونا بولسون بتلاقي هذا الشيء بمايك روس، لانه صارت تحكي له انت متاخر 5 دقائق عن موعدك الرسمي، شو الاشي اللي بخليني ادخلك الان عشان تقابل؟ وصار يحكي لها انا ما بيهمني اذا بدك تدخليني ولا لا، انا بس عم بهرب من الشرطه اللي وراي، فدخليني بسرعه او ما تدخليني انت حره. فتروح تغمز لهارفي سبيكتر تحكي له انه لقيت واحد بشبهك، لقيت واحد متمرد بيركب على عقلك. ومن هون بتبلش حكاية مايك روس لما يقابل هارفي سبيكتر افضل محامي موجود في منطقة نيويورك، وبكون ماخد شنطة كلياتها حشيش زي ما حكينا، كان بروح بوصل بضاعة مش قانونية، وبالغلط تنفتح الشنطة وبوقع منه كل الحشيش على الأرض. وقت هارفي سبيكتر بيحكي له شو هذا اللي تحت على الأرض يعني، بيحكي له يعني شغلات كنت مش يحكي له اياه. فوقت عرض عليه وحكى له شو رايك تقلب وجهك وتطلع برا، حكى له لا بدك تعرف انه انا واحد من اهم واشطر المحامين الموجودين في القانون. صار يحكي له كيف يعني انت واحد من اشطر المحامين في القانون؟ قال له بس ولا شيء، افتح كتاب اسمه باربري تاع القانون. صار يحكي له افتح واقرا لي منه اي قانون بدك اياه، حكى له ما في داعي، هاي من راسي بحكي لك اياه، حكى له قانون وكمل له اياه مباشره. انعجب هون هارفي سبيكتر، حكى له انت بدك تسوق الهبل علي، حكى له امسك اللابتوب، لف له اللابتوب وحكى له افتح اي قانون بدك اياه وسمع لي اياه اشوف. ومايك روس مسك اللابتوب بس كان عم بيلعب شده بدون ما يشوف هارفي سبيكتر انه هو عم بيلعب شده، وصار يسمع له، وفاز مايك روس بالجدال تبعه زي ما قلنا عنده ذاكره فوتوغرافيه. ومن هون وبيقرر هارفي سبيكتر انه هذا الشخص فيه شيء مميز، دخل معي بشنطه فيها حشيش وبيعرف كل شيء عن القانون، فلازم اني اوظفه وما ابعده عني بالمره. ومن هون عاد بتبلش المشاكل، كيف انه هو يوظف محتال، كيف هارفي سبيكتر يوظف مايك روس اللي هو عباره عن محتال فرود، كيف هو يوظفه؟ هذا مش محامي اصلا. وهذه المشكلة العويصة بتضلها معانا طوال 9 مواسم، وبياخذ على عقابها في الموسم السادس بتكون الضربة القاضية له. فإذا أنت كنت مفكر مهنة المحاماة عبارة عن مهنة كلياتها نصب واحتيال ومهنة مش نزيهة بالمرة، فراح تغير رأيك صدقني في هذا الموضوع. مسلسل سوتس بورجيك القيم والأخلاق والمبادئ بطريقة عمرك ما راح تشوفها غير في هذا المسلسل تحديدا، وغير هيك راح تشوف الدراما ممزوجة بشكل خرافي من الرومانسية، وبشكل عام موجود فيها كوميديا.
الكوميديا اللي موجودة في المسلسل والله إن أنا أكثر من مرة أعيد المشهد مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة شيء مش طبيعي، خصوصا شخصية لويس ليت. ما بقدر أحكي لكم ملخص عن كامل المواسم التسعة وإيش الفكرة منهم، ولكن الفكرة إنه محامي صغير كان بتاجر في الحشيش تلقى بالغلط عرض هيك لأنه يتوظف بشركة محاماة، وأفضل محامي في مدينة نيويورك عينه وبتبلش وراهم المشاكل. راح نشوف حياة مايك روس كيف بتتغير وكيف بتنبنى شخصيته وكيف بتنسقل. وخلينا أقولكم إنه أفضل طريقة عشان توصل فيها لمرحلة معينة وليفل عالي من النجاح هي إنك تتدرب مع شخص أفضل منك في هذا الموضوع. كيف يعني؟ إذا أنت بدك تصير أفضل تاجر عقارات في المنطقة، روح عند أفضل تاجر عقارات وتوظف عنده. وإذا بدك تصير أفضل محامي موجود، روح كباراليجل كمساعد قانوني وخليك موجود مع المحامين الكبار، أفضل محامين موجودين في المنطقة. وهيك أنت رح تأخذ منهم الخبرة والمعرفة والخبرات الواسعة جدا والعميقة، ورح تقدر أنك أنت تتعمق بشغلهم وتفهم كيف بيشتغلوا عشان بالأخير أنت تستقل بنفسك وتوصل لمرحلة يا تصير زيهم يا تصير أحسن منهم. وهذا بالضبط اللي عمله مايك روس. كان داخل مش فاهم إيش عن المحاماة، مش فاهم كيف بتصير الأمور. هو بالنسبة له المحاماة عبارة عن كتاب وأنا حافظه، ولكن الموضوع ما بيشتغل زي هيك. الموضوع عبارة عن مناقشات، عبارة عن مناورات، عبارة عن جدال، عبارة عن إنك تفرض رأيك، تجيب أدلة، كثير شغلات غير عن الموضوع إنه أنا حافظ القانون، أنا بعرف القانون. الموضوع مش هيك بالمرة. العلاقات ما بين الشخصيات متداخلة جدا وعميقة وكثير كثير معقدة. فده بدي أحكي لكم عن جيسيكا بيرسون اللي هي المديرة تعدهم، شو بصير معاها وكيف إنها بترقي شخص وما بترقي شخص ثاني، وعلى أي أساس، وهل هي بتعرف إذا مايك روس محتال ولا لا، وعلى أي أساس خلته. رح ندخل في موضوع كثير عميق. فهذول التسع مواسم بالنهاية صعب تلخيصها بفيديو يوتيوب، بس اللي بدكم تعرفوه إنه مهنة المحاماة مهنة جدا عظيمة وشريفة للشخص الشريف. إذا أنت كان هدفك فعليا مساعدة الناس وأنك أنت ما تحطهم بموقف إنهم ينظلموا فيه، فصدقني صدقني راح تعيش أفضل تجربة في حياتك وأنت عم تحضر مسلسل سوتس، ولا ربما إنك تعشق مهنة المحاماة وتلاقي شغفك فيها. لأن أنا واحد من الناس لقيت شغفي في مهنة المحاماة. بالعادة لما نحضر مسلسل أو فيلم بضل عندنا شعور إنه أنا أوكي بدي أصير نفس هاي الشخصية، بدي أسوي هاي المهنة، بدي أسوي كذا، ولكن هذا الشيء بروح بعد شهر أو شهرين. أنا الآن إلى أكثر من 6 شهور لسنة تقريبا حاضر مسلسل سوتس ولساته الشعور عندي، معناته هذا واحد من أشياء اللي أنا شغوف فيها. العلاقة ما بين دونا بولسون وهارفي سبيكتر علاقة كثير حلوة، علاقة بتجمعها الكوميديا مع الدراما الرائعة جدا. وبالمناسبة كمان الفيلم بيسلط الضوء على مرض كثير منتشر في العالم بس ما حدا بيعطيه أهمية، هو مرض البانيك أتاكس. فخلينا نرجع لموضوع دونا بولسون وهارفي سبيكتر. هذول الشخصيتين بدخلوا نوعا ما في علاقة حب معقدة، ما بدي أقول لكم علاقة حب طردية يعني بشكل مطلق، ولكن علاقة معقدة، علاقة مبنية إنه هل هم فعليا بيحبوا بعض ولا ما بيحبوا بعض، هل هم بيحبوا بعض في مجال الشغل بس ولا بيحبوا بعض بشكل مطلق. فلما دونا بولسون تبعد عنه شوي بصير يجي بانيك أتاكس، بصير يخاف ويتوتر ويعرق ونبضات قلبه تزيد ونفسه يضيق، فبيسلط الضوء على انه هذا مرض مهم ومنتشر ولازم الناس توعى عليه فعليا. لانه في مجال الشغل والناس اللي بنضغطوا كثير وهم بيشتغلوا، والناس اللي بتعلقوا باشخاص بشكل زائد، والناس اللي بتصير معاهم مصائب كبيره او بتصير معاهم مفاجآت بحياتهم بتعرضوا بشكل كبير انه يصير لهم بانيك اتاكس. شخصيه ريك هوفمان واللي هو لويس ليت شخصيه كوميديه بامتياز، حاطين انه هو المحامي الهبيلة بس بنفس الوقت هو المحامي الشاطر اللي عارف شو عم بيعمل، واذا صار الموضوع بتعدى على موضوع حقه بيعرف يجيب حقه وزيادة كمان. الشخصية هذه علاقتها معقدة مع هارفي سبيكتر ودونا بولسون، دائما هو غيران من هارفي، ما بيحب هارفي. هارفي هو الشخص اللي بلش معاه مهنة المحاماة بنفس المكتب وبنفس الجامعة تقريبا درسوا، بس هارفي سبيكتر افضل من كثير من لويس ليت. يعني راح تعيش جو الشغل وراح تحس انه كيف الناس تتعامل مع بعض في المكاتب وكيف العلاقات بتصير وكيف انه ممكن تدخل في علاقات حب بشكل خاطئ عن طريق العمل. وكمان بيسلط الضوء على قضية كثير مهمة، كيف انه العلاقات الغرامية جوات العمل بتضر العمل كثير اذا ما كان معترف فيها. يعني اذا كان الموضوع من تحت الطاولة وانه هذا في فلان بيحب فلان بس بدون ما يحكوا لبعض، هذا الاشي بيخرب كثير، يعني بدون ما الشركة تعرف وبدون ما انهم هم يعلنوا بشكل رسمي وبدون ما انهم يتعاملوا مع الموضوع على انه هو شيء موجود فيهم،
بتخرب علاقتهم بالشغل وبينزل مستواهم بشكل كبير. ولاحظنا هذا الشيء في المسلسل كمان. راح تنبهر من الأجواء الكوميدية الممزوجة بخليط رائع من الدراما، راح تطلع وانت راضي جدا بكل حلقة مش بس بكل موسم. وخلينا أقول لك، إذا أنت كنت متردد إنك تشوف هذا المسلسل ولا لا، فبحب أحكي لك شاهد أول حلقة فقط، فهي كافية جدا إنها تجذبك بشكل كثير خرافي لأنك تكمل 9 مواسم كاملين. وأنا أعي ما أقول، وعشان هيك يا جماعة راح أعطي مسلسل سوتس، وبالنسبة لإلي بكل أمانة 10 من 10. الآن راح بلش أحكي عن جوانب الحرق، فإذا لسه ما شفت المسلسل وقف لهون. طيب، إذا أنت وصلت لمفرقة الحرق فأنا راح أتعامل معاك وكأنك شخص حاضر المسلسل وحابب أنه أنا وياك نيجي نتناقش فيه مع بعض. يعني بالنهاية حقولها للمرة الثالثة، هذول 9 مواسم ما بقدر أن أنا أشرحهم كاملين في فيديو مدة 10 دقائق، صعب جدا. تفاجأت جدا من تضحية هارفي سبيكتر لما انسجن مايك روس في الموسم السادس لما عرفوا أنه هو محتال. انه كيف شخصية مغرورة والكبر عندها عالي، واصل الايجو عنده مستويات خرافية، يعرض حاله لانه هو ينسجن بدال شخصية عينها هو. صراحة نقطة كثير انا بحترم فيها هارفي سبيكتر، عجبني كيف هو ضحى بكل شيء وحس انه هو اللي لازم ينسجن، وبين لنا كيف انه باكثر لقطة يعني شبه كان رح يبكي انه بحكي This is my fault، هذا غلطي مش غلط مايك روس، ليش مايك روس هو اللي ينسجن مش انا. وكمان حبيت ريتشل زين كيف كانت متعلقة بمايك روس حبيبها، وظلتها متشبكة معاه وما سابته في اشد الاوقات اللي كان هو بحاجة لإلها فيها. يعني انحبس 2 هذولا مش يوم ولا يومين، كان مفروض انه ينحبس 2 واكثر من هيك، ولكن يعني ظلتها معاه وظلتها تواسيه وظلتها تحكي معاه وعلى تواصل وما سابت بالمرة، على عكس ما بنشوف بكثير من المواقف وعلى الحياة الواقعية كمان. لما شخص ينسجن فترة طويلة جدا غالبا مرته بتسحب عليه، يعني شو بده فيه، بتحكي لك خلص هذا رح يطلع بعد 20-30 سنة، شو بده يسوي فيها، ولا بعد 1 أو 2. علاقة شيلزاس مع لويس ليت، يعني خلينا نحكي انها علاقة لطيفة، نعم هذا انسب مقولة خلينا نحكيها، لانه كانت معقدة جدا وكان هذا بده اشي وكانت هذه بدها اشي، فما كانوا هم متفقين بكثير من النقاط، ولكن عجبني انهم اتفقوا وجابوا بيبي وانبسطوا كثير في 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 اخر موسم. يعني كان اشي كثير هيك عاطفي جدا، وتمنيت انه يكمل لموسم 10 على الاقل نشوف ايش مصير الشريكة فعليا، مش انه هذا راح هون وهذا راح هون. يعني مايكروس وريتشل ريزين راحوا على سيارل، و يعني غالبا هارفي سبيكتر راح يروح معاهم. سمانثا ويلر عرضت شخصيتها وصراحه فرضتها بفرض، يعني ما كان انه سمانثا ويلر اجت طبعا بنص المسلسل، يعني بنص الاجزاء اجت فجاه هيك، بس للامانه عرضت شخصيه، عرضت موقف، عرضت انه لا انا جاي امثل، جاي اورجيكم فعليا كيف بتمارسوا مهنه المحاماه. ولا جانبها طبعا أليكس ويليامز، وكثير عجبني واستمتعت بالشجار اللي صار بيناتهم والمنافسة لما صاروا يحكوا انه اسم مين راح ينحط على الوول. طبعا تعرفوا بالشركات الكبيرة بحطوا اسماء يعني اهم الشخصيات الموجودة بالشركة على الحيط، مثلا هارفي سبيكتر بيرسون هاو بيرسون هارفي سبيكتر، او زي هيك ريتشل زين بيرسون هارفي سبيكتر زين كذا، يعني بيحطوا الاسماء الاهم الشخصيات على الوول او على الحائط. فالشجار والمناوره اللي صارت بيناتهم كثير لطيفه، يعني عجبتني جدا. والاهم من هيك علاقه لويس ليت بدكتور سبيتشردز، اتوقع كان اسمه يس، علاقته بالدكتور النفسي تبعه، كيف كان يوجهه، كيف كان يفهمه كيف يتعامل مع الامور، كان يفهمه كيف انه سيبك من هارفي سبيكتر، انت لك شخصيه مستقله، انت لك كيان كامل. فقدر هذا الدكتور النفسي انه يساعده بانه يمشي بحياته وما يضل معلق بنقطه هارفي سبيكتر، هارفي سبيكتر كيف انا بدي اصير نفس هارفي سبيكتر، فهو شال له العقده هذه وخلاه يعيش حياته بشكل كثير بسيط وجميل. اما عن نهايه الاجزاء، زواج هارفي سبيكتر مع دونا بولسون وزواج لويس ليت مع شيلا زاس كان شيء عظيم. خلينا نحكي انه كان هيك شعور انه يعني ينوت الا 9 مواسم عم نستنى هذا الاشي واخيرا عملته. عدا عن العرس تبع مايكل روس وريتشل زين، يعني كان جد فائق بالروعه، بس قضيه انه مايك روس سحب علينا هيك قبل موسم او موسمين يعني ما كانت جميله، انه خلص هم راحوا على سياتل، حسيت بفراغ هيك، شايفين فراغ كامل لما مايك روس راح من طاقم العمل. فللامانه مايك روس هو بالنسبه لي الشخصيه الرئيسيه، وهارفي سبيكتر تعلمنا كثير منهم قيم ومبادئ مع بعض، انه الوفاء
يعني في مشهد كثير حلو لما صار يحكي له اي حدا بيهددك اي حدا بيجي فيك you tell me everything that's what goddamn loyalty is. يعني مشاهد صراحة لا تنسى. واذا انت كمان مو حابب انك انت تشوف المسلسل مع اني انا بفرض انك انت طالما وصلت لهذا الجزء فانت اكيد حاضر المسلسل, ولكن تقدر تشوف التصاميم, تقدر تسوي تكتب suits edit او تصاميم suits وراح يطلع لك كثير مشاهد رائعة جدا. غالبا حتشوف علاقة هارفي سبيكتر مع دونا بولسون, ولكن otherwise راح تشوف يعني عن جد فيديوهات قيمة كثير ومبادئ وشغلات انت لا بتقدر تستفيد منها بشكل كثير كبير. وبس يا جماعة الخير ما بدي الفيديو يطول اكثر من هيك, لانه اذا بضلنا احكي عن سوت 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 صراح اوصل الفيديو ساعة وساعتين وثلاث. عشان هيك هون كنا وصلت المقطع, لا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب. خبرنا تحت في الكومنتات ايش رايك في هذا المسلسل. حاولت قدر الاستطاعه انه اجمع كل شيء مهم فيه كل شيء جميل فيه, ممكن يكون في جزء ثاني لهذه المراجعه او هذا الراي خلينا نحكي, ولكن هذا اللي طلع معي. لينك انستغرام راح يكون تحت في الديسكريبشن. ديروا بالكم على حالكم, مع السلامه.